كده اللعبة حلوة وأصبح على مية بيضاء. المارد الصيني أرسل إنذار شديد اللهجة الأمريكا وحلف شمال الأطلسي. الصين أعلنت للجميع مش هنتخلى عن روسيا ودعمها، وإحنا مستمرين في الدعم ده، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في أقرب حيطة. ثم أنذرت جو بايدن نفسه وقالت له أزمة أوكرانيا لازم تخلص بسرعة، وقالت كمان إن لازم أعضاء الناتو أمريكا يقعدوا مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا ويشوفوه عاوز إيه. الجماعة الكبار وقعوا في بعضيهم، والإنذار الصيني هيغير طبعا أوراق اللعبة كلها تفاصيل كتيرة جدا. محتاجة كوباية شاي وشوية تركيز، مع شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. بص يا صديقي، لازم تعرف كويس جدا ان مفيش حاجة بيعملها الجماعة الكبار دول اساسا بدون قصد، انما كل حاجة بتتعمل بتخطيط وترتيب. كل تصريح، كل اشارة، كل لمحة، كل قرار، حتى طريقة التعامل مع الاعلام نفسه كلها بتكون مدروسة ووراها مراكز ابحاث ومستشارين، بالذات في القضايا الكبرى المتعلقة بمستقبل الدولة. عشان كده لاحظوا حضراتكم اللي حصل في الكام يوم اللي عدوا، دققوا النظر في ترتيب الأحداث في أزمة روسيا وأوكرانيا والعلاقة ما بين الصين وأمريكا في الأزمة دي. خدوا عينة عشوائية من يوم الخميس اللي فات لحد النهاردة وشوفوا إيه اللي حصل. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أطلق تحذير يوم الخميس اللي فات، قال في التحذير ده إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاسة بقلق ومش مبسوطة من موقف الصين المايع في أزمة أوكرانيا، وقال إن أمريكا وصل لها معلومات بتقول إن الصين بتدرس مساعدة روسيا عسكريا في أوكرانيا، وديت هتبقى كارثة كبيرة جدا مش هنسمح بيها. وقال وزير الخارجية ان في معلومات كمان بتقول ان احتمال الصين تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية، والكلام ده مش هنسمح بيه، وهيكون له كلام كبير جدا وهيكون له نتائج مش كويسة مش هتتبسط منها الصين. فأمريكا سعادتك مفيش حاجة اسمها كلام ابن عم حديد، ده فيه رسائل ومؤشرات وعمليات تصعيد مدروسة زي ما قلت لحضراتكم. أمريكا رمت تحذير قدام الصين بخصوص دعم روسيا لأن الصين ما أخدتش موقف حاسم وقوي ناحية روسيا. أمريكا سحبت الناتو ومؤسسات المجتمع الدولي لفرض عقوبات على فلاديمير بوتين وعلى روسيا، كانت عايزة الصين تنجر هي كمان زي قرطاس الترمس. طبعا الصين لها مصالح اقتصادية وعسكرية مع روسيا زي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقة. روسيا عاملة زي الجوان الموجود ما بين الحديد الصيني الحديد الأمريكي، لو اتشال الجوان ده الدنيا هتتكسر وهتنهار، وهتكون طبعا المواجهة الكبرى ما بين الصين وما بين أمريكا. وطبعا الصين أساسا مش عاوزة كده، هم الصين الأولاني الاقتصاد، هي شايفة ان هي تبعد عسكريا عن أي صراعات عشان مصالحها الاقتصادية. الصين بتتنفس اقتصاد لكن عندها قوتها اللي شايلها لوقت عوزة، وما ينفعش بناء على ما سبق وحرصا على مسيرتها الاقتصادية ديت ان هي تنجر وراء أي قوة أو مؤسسات ضد روسيا بالذات. النتيجة بدأ التصعيد الأمريكي والتحذير يلزم. وبعد اللي قاله وزير الخارجية الأمريكي بكم ساعة كان فيه اتصال تليفوني ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، وديت بتعتبر المكالمة الرابعة ما بين الاتنين الكبار اللي بيحكموا العالم من لحظة ما الأخ بايدن وصل للبيت الأبيض. اتكلموا دردشوا والبيت الأبيض أظهر تفاصيل الحوار من وجهة نظره، بينما الصين كشفت الوجه الآخر للحوار. أمريكا أظهرت المكالمة كما لو كان جو بايدن مدرس الفصل اللي بيأدب طالب عنده وبيديله التعليمات. جو بايدن بيحاول يظهر نفسه بمظهر القوة لأن هو طبعا حاسس بالضعف وعارف إن مستقبله ومستقبل أمريكا على المحك. إذا ما انتصرش في الموقعة دي اللي هي موقعة أوكرانيا هتبقى وقعته سودة هو ودولته وهيخسر كتير جدا. فأظهر الجزء اللي يديله قوة قدام شعبه قدام العالم في المكالمة دي. وحظه الأسود الصين أظهرت الجوانب التانية اللي رفض جو بايدن يظهرها للإعلام. تعالوا شوفوا حضراتكم نتائج المكالمة ما بين الرئيسين الكبار من وجهة نظر أمريكا الأول. البيت الأبيض أصدر بيان في أعقاب المكالمة ديت قال فيها ان جو بايدن شد رئيس الصين وحذره من العواقب لو فكرت بكين مجرد تفكير ان هي تدعم الغزو الروسي لاوكرانيا. يعني يا صين لو فكرت في مساعدة روسيا مش هنسيبها لك. المتحدثة باسم البيت الابيض جينساكي قالت ان بعض العقوبات ديت اللي هما هيفرضوها على الصين هتكون تحجيم الصادرات الصينية وفي رسوم جمركية ممكن تتفرض على بضايعها، وقالت كمان ان امريكا هتتبنى اي عقوبات على بكين بالتنسيق مع شركائها وكل أوروبا.
أوروبا. شفتم حضراتكم الثقة وصلت لحد فين؟ كده. ومن خلال البيانات الرسمية الأمريكية، العم جو بايدن راجل وستين راجل، ويقدر يحذر ويبرطع في الساحة الدولية زي ما هو عاوز، وظهر قدام شعبه وقدام الرأي العام الدولي إن هو راجل بصحيح وبيحذر الصين. تعالوا بقى نشوف الوجه التاني من المكالمة اللي حصلت. وزارة الخارجية الصينية لما شافت أمريكا أصدرت بيان بمحتوى المكالمة التليفونية وإن في كذب أمريكا على الرأي العام الدولي في التفاصيل، نشرت تفاصيل المكالمة اللي حصلت ما بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وقالت إن الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر جو بايدن وطلب منه إن لابد إن الحرب اللي في أوكرانيا تنتهي بسرعة. يعني إيه لا مؤاخذة الكلام ده؟ ازاي تحذير صين الامريكا بسرعه انهاء الحرب في اوكرانيا؟ هي امريكا لا مؤاخذه هي اللي بتحارب؟ يا فندم امريكا هي اللي بتحارب وهي سبب الحرب في اوكرانيا. انت عارف وانا عارف ان اللي حصل في اوكرانيا من تخطيط امريكا نفسها، زي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقه في اتفاقيه ما بين الاتحاد السوفيتي وحلف الناتو انك انت ما تقربش من اوكرانيا لان ديت امن قوم روسيا، ومش هسمح لك تقرب من اوكرانيا وتحط فيها قواعد عسكريه لحسابك وتهدد بيها امن القوم. الجماعة الكبار اتفقوا على كده، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قادت مسيرة لضم أوكرانيا للناتو، فكانت النتيجة الطبيعية بوتين اتحرك وحصل اللي حصل يوم 24 فبراير اللي فات واجتاح أوكرانيا، ويبقى عليا وعلى أعدائي واللي يغلب نسلخ وشه. عشان كده رئيس الصين طلب من جو بايدن إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة لأن احنا دفنينه سوا، وطلب رئيس الصين من جو بايدن إن لازم حلف شمال الأطلسي يجري حوار مع روسيا ويشوف بوتين عايز ايه لان المطالب بتاعته مشروعه. وخلال المكالمه ديت رئيس الصين ما وجهش اي لوم لروسيا بالمره بخصوص الحرب مع اوكرانيا، وقال رئيس الصين لبايدن الاولويه دلوقتي عمل حوار ما بين الجميع لانهاء الحرب ديت، وقال كمان ان قبل ده لازم حلف الناتو يجري حوار مع روسيا لحل سبب الازمه الحقيقي، ولازم الناتو يشوف مطالب روسيا ايه. وقال رئيس الصين رئيس امريكا ازمه اوكرانيا مش عاوزينها تطول. رئيس الصين حذر جو بايدن كمان من ان العقوبات على روسيا ملهاش اي لازمه انما بتزود المأساة وبتزود ازمات الاقتصاد والتجاره والتمويل والطاقه والغذاء والصناعه في العالم كله بلا استثناء، وده كله من وجهه نظر الصين هيودي الاقتصاد العالمي في 60 داهيه. رئيس الصين قال لجو بايدن ان المساله اساسا مش مستحمله لان الاقتصاد العالمي اصلا عنده شلل رباعي وبيعاني من الخسائر. وقالت الصين ان المكالمة اللي حصلت ما بين الزعيمين الكبار جت بناء على رغبة امريكا مش الصين. طبعا لطشات ألم محترمة على وش جو بايدن ووش الولايات المتحدة الامريكية، وانذار بالغ القوة للطرف الامريكي. الصين انذرت جو بايدن مش عاوزين نشوف ازمة اوكرانيا تطول، ولازم الناتو يقعد مع بوتين عشان يشوف مطالبه ايه، ومفيش حاجة اسمها عقوبات اقتصادية على روسيا لان الكل بيتحمل النتيجة. الكلام ده حصل رغم ان المكالمة جت بناء على رغبة جو بايدن مش رغبة الصين. بعد البيان الصيني ده كان في تصريحات مهمة للغاية لوزارة الخارجية الصينية ايضا. نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشينغ حذر الدول الغربية من الاستمرار في فرض العقوبات على روسيا، وقال ديت عقوبات شكلها بايخ جدا ومفضوحة جدا، واعلن عن تأييد الصين لموقف موسكو، وحذر من توسع الناتو شرقا لان ده هيخلي دولة زي روسيا بتمتلك قوة نووية محاصرة، وأعلن عن تأييد الصين لموقف موسكو وحذر من توسع الناتو شرقا لأن ده هيخلي قوة نووية زي روسيا محاصرة، وقال في منتدى أمني في بكين إن العقوبات ملهاش أي 60 لازمة لأن الناس هما اللي بيتأثروا بيها. الراجل ده أطلق تحذيراته نيابة عن دولة الصين هو كمان، وقال إن مش مسموح للناتو إن هو يقرب من ضواحي موسكو بالمرة لأن في ضم أوكرانيا للناتو هتكون صواريخه قريبة من الكريملين في غضون 7 دقايق بالظبط، وده أمر مش هنسمح بيه. وقال كمان تصريحات شديدة اللهجة اللي اعلن فيها ان حلف الناتو كان لازم يتفكك ويغور ويقعد في صفحات التاريخ جنب حلف وارسو اللي اتفكك، لكن ده ما حصلش وشفنا تدخلات الناتو في يوغوسلافيا والعراق وسوريا وافغانستان، وما مرش على التصريحات دي ساعات قليلة إلا وفوجئنا النهاردة بتصريحات تانية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي اللي اعلن عن رفض الصين لأي اتهامات موجهة من أمريكا بخصوص تحركات الصين، وقال إن موقف الصين متماشي مع رغبة معظم دول العالم وبكين واقفة مع الجانب الصحيح بخصوص أزمة أوكرانيا. يعني يا أمريكا أنت مش هتعرفينا الطريق الصحيح وأنهي طرف إحنا نسنده، يعني يا أمريكا اخبط دماغك في أقرب حيطة أنت وكل تحذيرات، وإحنا مستمرين في طريقنا اللي شايفين إنه هو صحيح. جو بايدن كان عامل حسابه إن ما يكونش فيه بينه وبين الصين حرب باردة كفاية اللي
بيحصل مع روسيا، وكان نفسه يكون في تعايش تنافسي على أقصى تقدير مع الصين، لكن حظه الأسود فوجئ بشراكة الصين الاستراتيجية مع روسيا اللي تم الإعلان عنها الشهر اللي فات، وفوجئ طبعا بموقف الصين من أزمة أوكرانيا الرافض لتوجيه أي لوم لروسيا، وده كله خلى الفار يلعب في عبه ويقلق. النتيجة إن أزمة أوكرانيا خلت العلاقات الأمريكية مع الصين توصل لأسوأ مراحلها. عاوز أقول لحضراتكم إن الصين نفسها قرفانة من توسع حلف شمال الأطلسي في كل الاتجاهات، وبالذات الاتجاه الشرقي وقربه من حدود روسيا. في ذات الوقت اللي الصين قلقانة من تحركات أمريكا، بالذات التحركات الخاصة بدخول أمريكا تحالفات جديدة زي التحالف اللي حصل ما بينها وما بين اليابان والهند واستراليا، بالإضافة طبعا إلى محاولة أمريكا أن هي تستنزف قدرات الصين عسكريا واقتصاديا من خلال فتح ملفات زي التبت وتايوان وهونج كونج وشانغيانغ وملف هواوي. وجت أزمة أوكرانيا فجرت للجميع كل الملفات السوداء. طبعا أمريكا اتلقتها فرصة لتصفية الحسابات مع الصين ومحاولة تحجمها هي كمان، وفي نفس الوقت الصين لقيتها فرصة لدعم روسيا وتحذير أمريكا. في كل الأحوال الإنذار الصيني لأمريكا سخن ملف الأزمة الأوكرانية وصح المارد الصيني بقوة، وعمل في ذات الوقت ارتباك في ملفات كتيرة جدا على طاولة أمريكا وأوروبا.